يلا السلام عليكم. اليوم السبت يعني الكلاسيكو الصباح، ورايح اخذ لي فطور من دانكن وارجع اتابع المباراة حق برشلونة وريال مدريد. ما في احد في الشوارع، ما في الا ذا اللي وراي، ولا من جد ترى ما في احد. ثلوج والمنظر كذا، الجو قاعد ينزل رذاذ، والأرضية شوف كيف ثلج خفيف. سبحان الله، شايفين ذا الشيء؟ الليل صار مرة طويل، مرة طويل. يعني دحين شوف، دحين الساعة 7 إلا 5 دقايق ولسه الشمس ما طلعت، وتغرب الشمس الساعة 4 العصر. يا الله، مرة وقت طويل جدا. دانكن دونت. And hazelnut flavor. Hazelnut flavor? Do you want to have a milk? Yeah. تقلب شوية المدير. مستعدين؟ اليوم خير تقويت وسط ميدانه باقحام باولينو وسط الملعب للريال. كوفازيتش المكلف بمهمة لدى الرئيس زين الدين زيدان، وهي مراقبة ليو ميسي وشن حركته. هنا فيوس اولا كوارتا 3. شكرا برشلونة. حاليا نكمل الإديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حامد القباني، واليوم راح أتكلم عن سماعات دكتور دري أو البيتس. قاعد أجرب السماعات البيتس اللي عندي أنا، البيتس ستوديو 2 وهذه بيتس ستوديو 3. Those who would trade our freedom for the soup kitchen of the welfare state have told us they have a utopian solution of peace without victory. They call their policy accommodation. And they say if we'll only avoid any direct confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose them are indicted as warmongers. They say we offer simple answers to complex problems. لا شك إن معظم الناس عنده معرفة ولو بسيطة بهذه السماعات، وهذا بسبب الشخصيات المشهورة حول العالم اللي استخدموا هذا المنتج. ولكن المشكلة العظمى لأغلب الناس واللي توقف الكثير من شراء هذه السماعات هو سعرها الغالي جدا. وبما إني ذكرت السعر الغالي لازم أذكر السبب. لكل المنتجات في العالم قسمة في تكوين أرباح أي منتج. بالنسبة للبيتس ميزانية كبيرة تروح لصالح الإعلانات، وهذا يوضح السعر المرتفع مقارنة بجودة الصوت. أنا ما أقصد أن الجودة سيئة أو عادية، أنا أقصد أن السعر والمنتج لا يتوافق للمثالية في سعر السماعة. على سبيل المثال سماعات البيتس الاستديو 3 سعرها $300 من غير الضرائب، يعني تقريبا 1100 ريال سعودي، على عكس السماعات الثانية الكويسة واللي تدفع أقل للتسويق والإعلان. البيت أسلوبهم في التسويق ذكي، يخليك تحس إنه لو اشتريت السماعة بتصير خرافي. لأنه مثلا نيمار، خلينا نقول أنت تحب هذا اللاعب، اللي يصير تشتري قميصه ونفس الجزمة اللي يلبسها، وممكن حتى تسوي نفس قصة الشعر. وبالتالي لما تشوف نيمار يلبس سماعات البيتس تحس نفسك تشتريها، تعطيك شعور أنك بتصير خرافي زيه. بتكلم الآن عن سماعات أوديو تكنيكا. هذه الشركة مشهورة جدا للإديترز والمهتمين في التسجيل الصوتي، ولكن أنا أعزم بأنه عامة الناس يعني الغير متخصصين في هذه الأشياء ما يعرفوا عنها، رغم أنه جودة السماعة ممتازة بس تسويقهم قليل للمنتج مقارنة بالبيتس والبوز. سماعات الأوديو تكنيكا تمتاز بصفاء الصوت، يعني تسمع الصوت الحقيقي من نفس المقطع من غير أي مؤثرات تحسن من الصوت، وهذا يفسر ليش الإديترز يستخدموه. ولكن لاحظ، رغم أنه هذه الشركة سماعاتها معروفة بجودة الصوت الحقيقي واللي يثق فيهم صناع الصوتيات، إلا أنه قليل يعرفوا عنها من عامة الناس.
وشركة ثانية أنا أحب منتجاتها جدا جدا ولكن الشركة غير معروفة بسبب إنهم ما يدفعوا في التسويق ولكن يدفعوا في البحث والاختراع عشان يصنعوا أفضل منتج ويخلوا المشتري يكون هو المسوق بثقته بجودة السماعة. أنكر هي شركة كانت متخصصة فقط في الشواحن المحمولة ولكن بنجاحهم في هذا الشيء وثقة زبائنهم في منتجات الشركة، الشركة بدأت تدخل في بيع منتجات أخرى زي السماعات والأفياش وأشياء رهيبة، وفي نفس الوقت جودتهم عالية وسعرهم يعتبر رخيص مقارنة بجودتهم والمنافسين في السوق. أنا شخصيا حامد قباني أحب الصوتيات بشكل جنوني وأحب الهاي كواليتي يعني الجودة العالية في المنتجات، ولكن ما أحب أدفع مبالغ كبيرة في هذه المنتجات لأنه أساسا هذه المنتجات لي فقط، يعني ما أخذ فلوس من الشركات عشان أستخدمها ولا عشان أسوي لها استعراض زي هذا الفيديو. استخدمت سماعات كثيرة مرة من البيتس البوز إلى أنكر وأوديو تكنيكا وسماعات ثانية ما تحضرني الآن، وأقدر أقول إنه لكل سماعة استخدام معين، دائما استخدم الأفضل لكل حالة، وما أقدر أقول لك أي سماعة هي الأفضل في العالم لأنه يرجع بشكل كبير لاستخدامك لها. وكان معاكم حامد القباني، وقبل ما تقفل المقطع يرحم أمك اشترك في القناة وعلم الشلة واللايك، عليك باللايك فإنه صحي. سلام يا مدير.